أيضا ضمن قسمة التعابير الجبرية إلى مثال صفحة 83. أوجد ناتج ما يلي بأبسط صورة. ننتبه هنا عزيزي الطالب أنه لدي كثير حدود على حد واحد. كيف سأقوم بقسمة كثير حدود على حد واحد فقط؟ كيف سيتم ذلك؟ ننتبه جيدا إلى الحل. أقوم بقسمة 2x مربع ناقص 8x زائد 6x مكعب على 2x، فنأخذ كل حد في البسط على حدة ونقسمه على المقام، فنكتب 2x مربع على 2x ناقص 8x على 2x أيضا زائد 6x مكعب على 2x. إذن أقسم كثير الحدود على المقام، فأخذ الحد الأول على المقام، الحد الثاني على المقام، الحد الثالث على المقام، مع مراعاة الإشارات هل هي طرح أم جمع. وكما تعلمنا في الفقرة السابقة، كي أقسم حد جبري على حد جبري آخر نقسم المعامل العددي على المعامل العددي والقسم الحرفي على القسم الحرفي، فيكون الناتج طبعا 2 على 2 1، x مربع على x هي x. هذا هو الناتج الحد الأول. ناقص الآن 8x على 2x يكون الجواب ناقص 4 زائد 6x مكعب على 2x يكون الجواب 3x مربع. طبعا 3 ناقص 1 x مربع أي أس 2. هكذا أكون قد قسمت كثير الحدود على حد واحد. ضمن قسم التعابير الجبرية لدي مثال صفحة 83. أوجد ناتج ما يلي بأبسط صورة. إذا شارك معنا كمال بحل المثال، سنقوم بإعادته مرة ثانية. إذا لدي كثير حدود على حد واحد، 15x مربع y زائد 10xy مربع زائد 25xy على 5x. نقسم كل حد على المقام، فأكتب 15x مربع y على 5x زائد 10xy مربع على 5x زائد 25xy على 5x أيضا. إذا نقسم المعامل العددي على المعامل العددي والقسم الحرفي على القسم الحرفي. إذا 15 على 5 3 x مربع على x هي x، طبعا 2 ناقص 1 1 وهو الأس. أما y فلا يوجد لها مثيل في المقام فأكتبها كما هي. إذا نسبة للحد الثاني 10 على 5 2 x على x، طبعا لا يبقى شيء، x أس 0 أي 1. طبعا y مربع تبقى على حالها، لا يوجد حد مشابه له كي أقسمه عليه. أيضا 25 على 5 هي 5، x على x مكانها 1، يبقى لدي y. إذا الناتج النهائي 3xy زائد 2y مربع زائد 5y وهو أبسط صورة ممكنة للتعبير الجبري. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. دمتم بخير وصحة وعافية.